يلا على الاسعاف والمشرحه على طول. ها تصورك ايه للحادث؟ الشكل بيدي انطباع انها ماتت مسمومه. ده اللي انا فكرت فيه برضه. بس يا ترى بقى ده تم عن قصد ولا قضاء وقدر ولا بفعل فاعل؟ هنشوف. ماشي. وانت متاكد من اللي انت قلته لي؟ محدش جالها من امبارح غير اللي انت قلت عليهم؟ لا يا سعاده البيه، ما قلت لجنابك من قبل سابق ان ما فيش غير بنات اختها الخمسه هم اللي كانوا سهرانين معاها، وسعاده البيه كان لسه واصل حد. يعني ما فيش زبال، بياع لبن، محصل نور حتى طلع لها؟ ما فيش يا سعاده الباشا. متاكد؟ متاكد يا سعاده الباشا. وانت بقى سيادتك قلت لي كنت جاي ليه؟ سعادتك انا كنت جاي اخطب بنت اختها. تخطب بنت اختها؟ في وقت زي ده؟ هي ظروف كده معلش. ظروف؟ اوكي. طب لحد ما نتحقق من نوعية الظروف دي سيادتك هتشرف معانا شوية. بتهمة اني بلغت؟ لا 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 لا. البلاغ شيء والتواجد في مكان الحادث شيء تاني. أنا ماليش دخل باللي حصل يا فندم. خد العنوان اللي قال عليه الأستاذ وعايز البنات دول على مكتبي حالا. حاضر يا فندم. يلا والراجل ده كمان يسبقنا على العربية. ياخدوني ليه يا سعادة الباشا؟ ما انا قلت لحضرتك على كل حاجة، والله العظيم يا باشا ما كذبت عليك في أي حرف. يلا بلاش رغي، يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اتفضل معاهم. لحظة غريبة في استقبالكم للخبر، انه مهما كانت درجة كرهكم او حبكم لخالتكم برضو الموت لجلاله، وده الشيء اللي انا مستغربه. ما علينا. انتوا بقى متاكدين انكم اكلتم من نفس الاكل اللي اكلت منه المرحومه خالتكم؟ قلنا لسيادتك متاكد. ومحدش فيكم حس باي حاجه؟ لا. مين فيكم بقى اول واحده وصلت عندها واخر واحده نزلت؟ كلنا نزلنا مع بعض. طب والوصول؟ نوال كانت اول واحده وصلت وانا وصلت بعديها. طب وخالتكم كانت لسه على قيد الحياه؟ بنقول لحضرتك ان احنا كلنا نزلنا من عندها وهي ما فيهاش اي حاجه. اتهام ده بقى ولا ايه؟ ده شغل يا انسه، ومن حق ان انا اسال في اي شيء. حضرتك تسال الاسئله اللي انت عايزها، لكن مش من حقك ان انت تتهمنا بدون وجه حق زي ما اختي قالت. التقارير المبدئيه بتقول ان الوفاه حدثت نتيجه تسمم، والوقت اللي كنتوا فيه عندها كلكم او بعضكم هو ده وقت الوفاه، وده اللي يخليني اسال عن حالتها ساعتها، كانت ميته ولا كانت عايشه؟ مش جايز تكون ماتت قدامكم وانتوا خفتوا تبلغوا؟ احنا ما بنخافش، لان ده لو كان حصل كنا بلغنا زي الاستاذ اللي بلغ حضراتكم واللي اكيد سبتوه. على كده بقى انت بتتهميه؟ والله ده شغلكم زي ما بتقول، وكل واحد اضرب شغله. بيضحك بيقول انه كان رايح لخالتكم عشان يخطب واحده منكم. مين هي بقى بالتحديد اللي كان هيخطبها مدحت؟ ايه يا بنات مساهمين ليه وساكتين ليه؟ مين اللي كان طالبها مدحت للجواز؟ سر ده ولا ايه؟ مدحت يقول اللي هو عاوزه. يعني الموضوع ده انت تعرفيه؟ طبعا اعرفه واعرف مدحت كويس. واحد كان بيلاحق اختي باسم الجواز، يبقى اعرفه ولا ما اعرفوش؟ هو كان طالبك انت للجواز؟ بقول لحضرتك كان طالب ايد اختي
اختي احلام. الكلام ده حصل؟ اللي قالته عزيزه مظبوط. انا بسالك انت مش بسال عزيزه. كان طالب فعلا يتجوزني. ممكن اعرف بقى ايه الملاحقه اللي كان بيلاحقها لك؟ مدحت كان بيطاردنا دايما، واخرها امبارح بعد نص الليل، وطريقته كانت غريبه قوي. كان بيتكلم بطريقه كان مش في وعيه، وفي الاخر هدد ان هو هيضرنا. بس بصراحه انا ما كنتش اتصور ابدا انه ممكن يقتل خالتنا ويتهمها فينا. ومين قال لك بقى ان الوفاه تمت بصوره جنائيه؟ حضرتك. حضرتي ما جابش سيره القتل خالص ولا اتكلمت فيه نهائيا. وبالمناسبه مدحت ما وجه لكمش اي اتهام، بل على العكس افاد في اقواله لما اتسال عن معرفتكم بيها انكم ما تعرفوش عنها حاجه خالص، وده بيظهر عداء خاص منكم ليه، ولازم ده يكون له تفسير. هي عزيزه رافضه جوازك منه يا احلام؟ ما تردي. ما عنديش رد. ما عندكيش رد ولا ما عندكيش الشجاعه؟ ممكن بقى سيادتك تستنى نروح عشان احنا تعبانين. لا، مساله المروح دي شكلها هيتاخر كتير. ليه؟ هو انتوا هتقبضوا علينا ولا ايه؟ لما يكون في شبهه قتل زي اختك ما قالت، ويكون في ناس موجودين في وقت ومكان وقوع الجريمه، يبقى التحفظ عليهم للصالح، خصوصا انهم ما قضوش اي حزن او ندم على اللي ماتت ديت، رغم صله القرابه الوثيقه بينهم وبينها. خدوهم على الحجز. لا، حضرتك عارف اللي انت بتعمله ده يا حضرة الظبط؟ طبعا عارف، ده واجب يا أنسة، ومدخل طبيعي للوصول للحقيقه. على فكره اللي حضرتك بتعمله ده مش مظبوط، لان كل واحده فينا بريئه، وحضرتك بنفسك اللي هتخرجنا من الحجز النهارده. واش اخويا؟ اشتري دماغك واتهم العيال دي كلها، وبالاخص الرئيسه الكبيره. اتهمهم بايه؟ قول اي حاجه، قول انهم شمموها، بل بقوا اي حاجه جابت اجالها. انت مش كنت بتقول انها كانت متكومه ورا باب الشقه، والبوليس بيخمن انها مسمومه وبتستنجد باي حد؟ حصل. خلاص، يبقى هما اللي عاملينها فيها من خوفهم لا تميل عقل البيت وتجوزها لك من وراهم. في حد برضه اتهم نسايبه؟ الله اكبر الله اكبر. هو في بعد حرق الزرع جيره يا استاذ؟ اجي لو منك نكروا عليهم علم صيع يشهدوا ضدهم، ونوديهم في توكر، ونخلصوا بقى من الليله دي. بس كده حرام. حرمت عليهم عيشتهم. انت بس فالح تقول لي تهقوك وزهقوك ومش عارف تاخد حقك من عينيهم. يا عم حقي هيجي وانا متاكد، لاني فعلا بريء. واللي ريحك بقى، انا عملت اللي عليا على امل ان احنا نخرجك من هنا. انت اصل وشك مش وش اجرام، وصعبان عليا قعدتك في التخشيبه دي. نصيب. برضه مفيش جديد، اللي بتعيده بتزيده. الفرق بين اللي حكيته هناك واللي عمال تحكيه هنا انك بتولول وعايز تروح لعيالك. صدقني يا سعاده البيه، انا لو اعرف حاجه كنت قلتها لك. اخر مره شفت فيها مدام فريده امتى؟ امبارح الصبح يا سعاده الباشا. طلعت لها؟ لا يا سعاده الباشا، كانت راجعه من السوق. انهي سوق؟ والله يا سعاده الباشا الاسواق عندنا كتير وما اعرفش انهي سوق. طب قول لي بقى، هي كانت لوحدها ولا كان معاها حد؟ كانت لوحديها يا سعاده الباشا. لوحديها. وبعدين وبعدين؟ قلت لها عنك الشيله يا ست هانم، لا كنت تقيل عليها ولا حاجه، وصلها لها فوق. والشيله دي بقى كانت عباره عن ايه؟ شنطه صغيره من اللي كانوا بيشتروا فيها الخضار دي يا باشا. الشنطه الصغيره دي كان فيها خضار؟ والله يا باشا ما فتحتهاش، بس هي قالت لي انها اشترت البقاله وهي جايه. واشترتها منين؟ الله اعلم يا سعاده الباشا. طيب ايه اللي خلاها بقى تقول لك الكلام ده؟ عشان انا سعاده الباشا بعد ما وصلتها قلت لها اجيب لك حاجه يا ست هانم، قالت لي لا شكرا انا جبت البقاله والعيش كمان. طب قول لي، انت متعود دايما انك تشتري لها حاجتها؟ مش دايما يا سعاده البيه، على حسب ما بتطلب مني. اصل الست فريده كان عندها القلب يا سعاده الباشا، وكان الدكتور حاكم عليها تتمشى كل يوم شويه، وكانت كل يوم تروح السوق وتجيب طلباتها بنفسها، اهملها بتتمشى
ومنها بتجيب الطلبات بتاعتها سعادة الباشا. مفيش معلومة تانية عايز تقولها؟ مفيش حاجة سعادة الباشا، والله العظيم أنا قلت لك على كل حاجة، ديري حتى المرحومة كان بتأمن على روحها سعادة الباشا. رجعوا الحجز عسكري. والله العظيم ما بنكذبوا عليك يا سعادة الباشا. الحكاية ما هياش كده. الحكاية إنك ممكن تكون ناسي كلمة كده ولا كده، وخلي الحجز بقى هو اللي يفكرك بيها. فين فتحية يا قمالي؟ احنا يا سيادة الأمين. تعالوا كلام حارس الظابط. حاضر. انتي يا عزيزة اللي خليتي تشكي فينا، انتي اللي جبتي سيرة الأكل، أنا مش فاهمة الكلمة دي ازاي طلعت من لسانك. مش انتي اللي اتنرفزتي عليه في الأول، واحنا كنا متفقين إن احنا نمسك أعصابنا وما نلخبطش في الكلام، وبعدين تعالي هنا، مش انتي برضه اللي تشيلوا إحساس إن احنا مش طايقين خالتنا؟ انتوا الاتنين غلطتوا قدام، وأهو بندفع التمن، أخرتها قعدنا مع المساجين، ومش عارفين بكرة هيحصل فينا إيه. احنا يا نجوى؟ ايوه انتوا. امال بقى لو كنا قلنا له انها ما كلتش معانا وان اكلها اتشال لوحده وان انت بايدك اللي حطاه في التلاجه كان حصل ايه؟ نعم يا اختي انت كمان دي الكلام ده ما يتقالش قدام اي حد، انت فاهمه؟ على فكره يا نجوى احلام برضو معاها حق، انت كمان بتتهميني يا عزيزه؟ كلنا موضع ايديها لو فعلا بان ان خالتها ميته مسمومه. يعني لو كانت احلام هي اللي وضبت لها الطبق وحطت لها في التلاجه كانت هتبقى برضو متهمه؟ ايوه بقول لك الكل موضع ايديها لحد ما تبان الحقيقيه. غريبه يعني انك ما استثنتيش احلام برغم ان مصلحتها في ان خالتنا تعيش. يعني لو ما كانش المصالح والخوف كنت عملت كده؟ طبعا ممكن تعمليها. انت ناسي قد ايه كنت بتحبيها ومرتبطه بيها رغم ان ما فيش ليله واحده كانت بتبيتك معاها وكل يوم كنت تامي معيطه؟ وده سبب بقى اني اقتلها. اللي اتجرح من حاجه وهو صغير عمره ما ينساها ابدا. بقول لك ايه، لو هنتكلم على القتل فكل واحد بقى يشوف نفسه. الله الله الله، ما انت كبرتي اهو ابتديتي تعرفي تردي عليا وتتكلمي. بقول ان القتل ليكي سابقه فيه مهما تقنعينا ان ايدك نظيفه. احفظي ادبك يا قليله الادب واعرفي ان انت بتكلمي اختك الكبيره. كنت عارفه ان الراجل عنده القلب فضلت تعذبي فيه لحد ما مات قدام عينك. كنت بدافع عن شرفي هنا، واي واحده طبيعي جدا انها تعمل اللي انا عملته، لان لو ما عملتوش ما تبقاش بني ادم حره. على كده بقى تبقى حريه اكبر حره في العالم. اتسببت في قتل اتنين، اول واحد بيد اخوه والتاني بيد عشماوي. وان شاء الله انت هتنبطي عليا يا نجوى ولا ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحتفش الناس بالطوب، ده انت مبهدله ثلاثه يا ماما، وواحد فيهم لولا حظه الحلو كان راح فيها. شوف لما اقولك احنا كلنا متساويين في العمايل من كبرنا لصغيرنا، فمحدش يتكلم بقى كده. يا ست حريه ماشي تشكري قوي، بس انا يا حبيبتي بقى ما قتلتش. اللي عملتيه ده كان العن من القتل. كفايه الاستاذ اللي ملوش اي ذنب اللي دبرتي له جريمه وهميه، حرام عليك وبسببها الجنه. وانتي يا حبيبتي بقى الملاك اللي فينا؟ انا فعلا حاولت ابقى ملاك بس محدش فيكم اداني فرصه، كلكم كنتوا ورايا بعمايلكم السودا، خليتوني احس ان انا شاكه في كل البني ادمين اللي حواليا، حتى البني ادم اللي كنت حاسه انه هيفضل شاريني طول عمره انتوا اللي خليتوني احس انه بايع. وبكده بقينا كلنا عمره ما بتتصرفش غير في الخراب وبس. يا حبيبتي برافو، والله العظيم برافو عليكي. احنا مش عارفه اقول لك ايه. لا وايه، هايله في قله ادبها وطول لسانها كمان. مش ده المهم، المهم ان احنا اكتشفنا ان ليها برضه لسان ومخالب زينا وزي ما الدنيا عايزه بالظبط. اغبيه كلكم اغبيه، الكلام اللي بيتقال ده لو حد سمعه بره لا هنخرج من هنا وهنروح كلنا في داهيه.
خير يا دكتور؟ اتفضل يا ست مقدم. ايه الاخبار؟ الاخبار حسب ما توقعنا في البدايه. الوفاه جت نتيجه تسمم بالفعل. ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه سببت الوفاه. سيادتك عارف انها كانت مريضه بالقلب؟ واضح. ده بجانب تقدم السن وضعف المناعه. عوامل كتير اجتمعت مع بعضها. طب والشق الجنائي؟ بنتابعه. بس بقول لسيادتك ايه؟ اتفضل. بعت نسخه من بصمات مقبوض عليهم للمعمل الجنائي. حصل. ما قالكش وصلوا اي حاجه؟ لا لسه. بيقولوا قدامهم لبكره على الاقل عشان يضاهوا البصمات. ده هيساعدنا على نفي او اثبات الشق الجنائي. اللي برضه هيحدد نوعيه السم. هل هو تركيبه كيميائيه او تركيبه طبيعيه لطعام فاسد اكلته؟ حاجه شربتها؟ انا معلوماتي بتقول انها اتعشت كباب. ما اظنش. الحكايه بعيده خالص عن البروتين الحيواني. وده اللي بكتشفه حاليا وبحاول اتعرف عليه. ربنا يوفقك يا بطل. هبلغ سيادتك اول باول اي نتائج تظهر معانا لحد ما ننتهي من التقرير النهائي ان شاء الله. شكرا يا دكتور وشد حيلك. مع السلامه. الله يسلمك. في حاجه غريبه يا اخي. خير في ايه؟ الخمس بنات مالهم؟ ما بصماتهم شغاله. خالتهم بقى والبساط احمدي. وبعدين لو كل واحده فيهم فتحت الثلاجه مره او مرتين في اليوم هتلاقي بصماتها منقرشاها. منقرشاها ايه بس؟ مش ده اللي انا اقصده خالص. امال تقصد ايه؟ اقصد ان في حاجات في الثلاجه ما لمسوهاش نهائيا. ايه ده؟ بتشك ان اللعب يكون فيها؟ شوف، لو الطبيب الشرعي اكد على اللي في دماغي يبقى احنا وصلنا فعلا لاهم نقطه. طيب ما تتصل بيه. لا لا مش هتصل بيه، انا هتابع خط سير العينات اللي معايا دي لحد ما اوصل للنتيجه النهائيه. على فكره مدحت والبواب اخبارهم ايه؟ بصماتهم مش كتير. لا خلي بالك، ساعات بصمه واحده هي اللي بتوصلنا للحل. اهتم بكل حاجه وما تفوتش اي حاجه. يلا يلا نشوف اللي ورانا. يلا بينا. معلقتيش يعني على وجود الاستاذ؟ موضوع ما يهمنيش. ما يهمنيش ازاي؟ مش قلت انه جاب اللغنة واحنا مشيناه؟ بقول لسيادتك موضوع ما يهمنيش. ازاي بقى؟ ده متهم بقتل خالتكم وكلكم بنفسكم اتهمتوه. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ احنا قلنا كده؟ اختك عزيزه هي اللي اتهمته والكلام كان قدامك. عزيزه تتكلم عن روحها، وبعدين بعد اذن حضرتك ما تتكلمش عننا بلغه الجامعة. يعني انت عن نفسك ما بتتهمهوش؟ لو كنت حاسه ان لها علاقه بقتلها كنت اتهمته على طول. امال انت بتتهمي مين بقى؟ ما بتهمش حد. حصل يا مدحت انك رحت العزيزه البيت وهددتها؟ انا هددتها؟ ايه ده كمان عزيزه ما قالتهوش؟ لا قلت، وانا ما بتراجعش على حاجه قلتها. هو اللي قتل خالتنا عشان ينتقم مننا. انا انتقم منكم ليه؟ عشان طلبت منك ان انت تامن مستقبل احلامه وانت رفضت. انا رفضت؟ ايوه رفضت. طب ده انا جيت وقابلتك انت شخصيا عشان ابلغك بموافقتي على كل اللي انتوا طلبتوه. بعد ايه؟ بعد ما دوست على كرامتها وفهمتها ان الجوازه كلها ما تسويش؟ بس الكلام ده ما حصلش. حصل، وهددت ان انت هتتجوزها غصب عننا، ولو احنا ما وافقناش انت هتضرنا. بس انا ما كنتش متصور ان انت ممكن تقتل خالتنا وتتهمنا احنا بقتلها. ها؟ ما تتكلم، تقدر تنكر؟ انكر ايه قدام سيل الباطل اللي انت عماله تقوليه ده؟ انكر ايه ولا ايه؟ عزيزه انا استحاله احرجك، استحاله. كلمني زي ما بكلمك، بدل ما تطلعني كدابه وعمال تقول استحاله وما استحالتش، ها؟ ما تتكلم ولا هتنكر؟ مدحت مش هو اللي هيكلمك يا عزيزه، انا اللي هكلمك. وسيادتك بقى المحامي بتاعه؟ الضمير اللي بينك وبينه، وما تغلطيش في الكلام. حضرتك ما تخرجش عن حكم وظيفتك، واعرف كويس انك بتتعامل مع ناس متعلمين. يا متعلمه قلت لك قبل كده ان مدحت ما اتهمكوش. امال مين اللي اداكم عنواننا ووزقكم ان انتوا تقبضوا علينا؟ فعلكم يا انسه وموقفكم اللي قبضتوه من خالتكم اللي ما قبضتوش معاها اي تعاطف حتى من باب المحافظه على شكلكم. جريه حضرتك بالظبط، دي مسائل شخصيه ما حدش من حقه يتدخل فيها. ثانيه واحده، سؤال بس لحضرتك. اتفضلي. لما حضرتك متاكد ان احنا الخمسه اللي عملنا الجريمه دي، ليه حضرتك ما برأتش الأستاذ من التهمة اللي حضرتك وجهتها له؟ سؤال ملوش إجابة، مش كده برضو؟ لا ليه؟ بجد؟ طب ما نسمعها. مدحت في ظروف الحادثة ديت زيه زيك وزيها وزيها وزي كل إنسان مفروض نحطه في دائرة الاشتباه. طب ليه بقى حضرتك واقف في صفه ورامي هجومك كله علينا احنا؟ خلي بالك حضرتك، احنا مستعدين نحط للسؤال مليون،
وأهموم إن حضرتك عارف إن أنا درست قانون، والقانون ما بيجوز إن مواطن تتأيد حريته بدون قرائن. أنا بطالب إن إحنا نتحول للنيابة، يا إما أقدم شكوى للنائب العام. عظيم، ودراستك بقى في الحقوق هي اللي قالت لك الكلام ده؟ الدراسة والمنطق بيقولوا كده. أنا ليا الحق يا أستاذة إن أحبس المشتبه فيه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة. درستيها دي ولا ما درستهاش؟ لما يكون في فعلا قرائن. القرائن موجودة وما تحاوليش تهمشيها، وانت عارفة كويس قوي ان اجراءاتنا صح والقبض عليكوا تم بطريقة قانونية. رأيك، والكل واحد رأيه، وكل واحد بقى واللي شايفه. الشيء اللي انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي، انتوا ليه عايشين في تحدي مع الزمن؟ ليه كل واحدة فيكوا واي شخص بالنسبة لها اما يبقى عدو اما يبقى موضع شك واتهام؟ لحد امتى هتفضلوا تخلصوا فطار فات عليه سنين وسنين؟ لحد امتى؟ طول ما اللي زيك موجودين مش ممكن ننساه ابدا. اللي زيي انا ولا اللي انتوا بتختاروه لطاركم؟ اللي بتختاروهم علشان تظهروا عيوبهم، عشان كل واحده فيكم تثبت لنفسها ان هي ضحيه ومجني عليها. كفايه بقى، كفايه. تعالوا نمد ايدينا لايدين بعض ونقرب لبعض اكتر، صدقوني مش هتندموا. نبدا صفحه جديده مع بعض. انا بقى مدي لكم ايدي اهو، تعالوا بقى. حضرتك عندك استجواب تاني ولا ترجعنا للحجز اللي حطتنا فيه؟ لا هترجعوا، وبكره هنتقابل تاني، بس المقابله بكره بقى هيكون ليها شكل تاني خالص، هتحددوا نتيجه التقرير. احلام، ايه اللي حصل ده؟ بتصل بيكي على طول موبايلك مقفول، وعرفت ان انتي هنا. ناجي برضو مش كده؟ لا مدحت اتهم في قتل خمسي. يحميكي مننا احنا؟ من كل واحدة فيكم نسيت مين عزيزة ونسيت ايه اللي عملته علشانها. عشان رعيتينا يعني واحنا صغيرين؟ فتحت عينيكم على الدنيا وخليتكم ازاي تعرفوا تعيشوها. ان كنت فاكرة انك عشان حصنتينا من الناس فدي اكبر غلطة انت عملتيها في حياتك. انا اللي بيفضل طول عمره بيهاجم مهما كانت قوته بيجي وقته وبيضعف، ما بيبقاش قادر حتى يدافع عن نفسه، وهو ده اللي انت وصلتينا ليه واللي خلانا دلوقتي هنا. واللي مخلينا طول عمرنا في وادي والناس كلها في وادي، احنا بقينا منبوذين. حتى لو ما كانش من الناس كفايه قوي نبقى منبوذين من نفسنا. هو ده بقى يا اختي يا كبيره الدرس اللي زعلانه قوي انه ما طمرش فينا. الدرس المظبوط اللي الواحد طلع بيه ان الواحد لازم يكملها لوحده. الواحد كان لازم يفهم من زمان انه عايش في وهم، لازم يتعامل مع الحقيقه دلوقتي. كل واحد بيفكر في نفسه بس، محدش بيفكر في حد، ودي هي اساس مشكلته. فأول فرصة حضرته فيها حقوق، بس أنا لازم أرضاه. طول عمري عاجزة إني أواجه. الشباب كان بالنسبة لي عيب، لكن النهاردة هيبقى ميزة. نقطة الضعف دي لازم أتحرر منها، لازم يحرقني. خلاص خلاص يا ولاد النمر، قلتوها أخيرا. احنا ارتبطنا ببعض، مش ارتباط عادي.
احنا ارتبطنا ببعض مجرد اسم بس، زي ما الضابط قال. صحيح مدخل هو اللي جمعنا، بغض النظر جمعنا فين وازاي وعشان ايه، بس زي ما موته هو اللي جمعنا، هو برضه اللي فنى. بس بعد ما كل شيء انكشف برضه ما نمتش. لا مش جاي. ست كده هتكسر جسمك او انت ومش هتقدر على اللي جاي. وايه هو اللي جاي بقى ان شاء الله؟ العملية لو طولت هياخدوك لعرضك على النيابة، وهناك القعدة طويلة وغلسة، واسألني انا. ما تقلقش، انا واثق ومتأكد ان هخرج في اقرب وقت. يا باشا ده يوم الهنا، ده يوم المونة، بس العقل مطلوب والجتة لازم ترتاح. هو كل لسه بتفكر في العيال دي، ولا تكون مصمم تاخد اختهم؟ انا مش هسيبهم. يعني ايه مش هسيبهم؟ وطي صوتك لحد يسمعك يفتكر ده تهديد. تهديد ايه يا اخي اللي انتوا ماسكينهولي ده؟ هو في راجل محترم يهدد بنات؟ امال يعني ايه مش هتسيبهم؟ مش هسيبهم يفضلوا زي ما هم كده، لازم اساعدهم. البنت اللي انا بكلمك عليها دي بنت محترمه وبنت ناس، ان شاء الله اول ما تهدى هتجيلي، وباذن الله هنتجوز، واخواتها دول هيبقوا بالنسبه لي اخواتي، فمفيش حد بيبيع اخواته ابدا. بعد اللي عملوه قلت لك لفتره ان هم كانوا مظلومين، وفتره تانية كانوا هم ظالمين، فالخوف بقى ان الظلم ده يسيطر عليهم ويضيعهم، هم مش فاهمين اي حاجه. ربنا يهدي يا سيدي، بس اهم حاجه تكون ايديهم مش متعاصه بدم خالتهم زي الحكومه ما قالت. كل ده هيبان كلها ساعات، وان شاء الله هنعرف الحقيقه. ايوه سياده اللواء، زي ما بقول لسعادتك بالظبط يا فندم. بعد ما نتيجة العينات طلعت يا فندم وحللنا علبة التونة وخدنا البصمات اللي على الفتاح، وصلنا لنتائج هايلة. لا اطمن سعادتك، أنا هبشرك خير قريب إن شاء الله. لا كله تمام يا فندم، وهتتحل قريب جدا يا فندم. ألف شكر سعادتك، مع السلامة. أيوة يا فندم، حدائق إذنهم شارع النصر. طب ثانية واحدة، في إشارة معايا. أيوة يا فندم، إشارة؟ المعمل الجنائي؟ لو حتى حمشي بلاد من غير وناس ولا زاد، لو جمر حمشي عليه ووصله مهما زاد، صرختي في الليل اني كده يا فندم. ألف شكر، ألف شكر، مع السلامة يا فندم. ادخل. تمام يا فندم، بسرعة. طيب اتفضل. زي ما توقعت بالظبط. تعالى يا راجل انت، عايز تروح لعيالك؟ يا ريت يا سعادة البيه. يلا اتفضل. الحمد لله رب العالمين، زار الحج. بالك يا سعادة البيه، أو أنت دلوقتي حبيبي جوه قلبي، حبيبي. خلص. وأنت يا أستاذ مدحت. أمرك. مرضى وفراق. مع طيب السلامة. أحلام إخواتها. لا، أحلام إخواتها دي ليهم موضوع تاني خالص. ما تخافيش يا أحلام. ما تخافوش كلكم. أنا هفضل معاكم مش هسيبكم. متخافوش. بعد إذنكم. أهلاً
ويا ترى بقى القاتل طلع مين فينا؟ انا ولا اخواتي؟ ولا كلنا اتقسمنا في الجريمه؟ حاسين انكم مظلومين؟ يمكن. جربت الظلم بيقلم قد ايه؟ وبيحطم قد ايه؟ النتيجه لو سمحت. نبوءه عزيزه هي اللي كسبت، وهفرج عنكم بنفسي زي ما قالت بالظبط. يعني احنا بعيد عن الاتهام يا فندم؟ بعيد، لكن موجودين فيه برضه. لكن وجود غير قانوني، غير مادي، ما عليهوش حساب. لكن السابق ان خالتكم ماتت بعلبه تونه مسمومه، لكن مين باعها؟ مجهول. ومين وصلها لها؟ مجهول. لكن الثابت ان بصماتها كانت على علبه التونه، وعلى الفتاحه، وعلى الشوكه اللي اكلت بيها، وعلى الطبق. يبقى احنا ازاي موجودين في التهم؟ الدايره مهما كبرت صغيره، والناس اللي مديه ضميرها اجازه برضه موجودين جوه الدايره، زي الراجل اللي بعلاها علبه التونه المسموم قتلها من بعيد. الحقد اللي جواكوا اكيد برضه قتل وبيقتل ولسه هيقتل. مش الايدين الملوثه بالدم بس هي المجرمه. ارجو انكم تسامحوا واحد كده زي مدحت. حاول اقول لكم كلمه حق انتوا في احتياج ليها. هنقول ايه؟ اتفضلوا. مبروك يا عزيزه، مبروك يا احمد، مبروك ليكم كلكم. احنا لازم نعمل حفله ونجتمع فيها ونحط الدرع في بعض وننسى كل اللي فات. كلهم مسافرين ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا عم انت وسع، مش وقته. عدي عدي يا عم، يلا خلص. اوه Thank you.
نشوى. استاذ مدحت، ما تعرفيش احلام سافرت لمين؟ هي سافرت؟ ما قالتليش. ما قالتليش، انا اخر مره شفتها كانت مع حضرتك. طب هي ليها قرايب في القاهره؟ ما اظنش. امال سافرت هناك ليه؟ ما جايش سافرت في اي مكان تاني. مكان تاني؟ احتمال. طيب متشكرين قوي، بعد اذنك. وصلت لحاجه؟ بعدين المهم انك تلاقيها وتطمن عليها. يلا يا جماعة ناكل لقمة علشان ندخل ننام. جعانة؟ كلنا جعانين. مدي ايدك انتي الأول. اشمعنى يعني أنا الأول؟ مش انتي اللي وضبتي الأكل ده؟ ودي فيها ايدي كمان. فيها يا نجوى إن الكل بقى بيخاف. بتخافوا مني أنا؟ من اللي جاي. وإيه بقى هو اللي جاي إن شاء الله؟ الموت. الموت بالسم، زي خالتي بالظبط. بالسم؟ انتوا لسه عندكم شك ان حد فينا هو اللي قتلها؟ عندنا شك ان احنا مستحيل نرجع زي الاول. ليه بتقولي الكلام ده؟ عشان احنا ارتباطنا ما كانش غير عشان الانتقام وبس. للاسف امنا الله يرحمها كانت دايما بتوعينا احنا لازم نخاف على بعض، نحب بعض، ونساعد بعض، ونواسي بعض. بس كل ده ضاع لما دخل بينا البعد والقسوة. ساعات بحس ان احنا مولودين ناقصين زي الاطفال اللي بتتولد من غير ايدين او رجلين. احنا كمان مولودين من غير قلب. والغريبة بقى ان احنا عايشين، في حاجة جوه لسه بتدق. بس رغم كل ده لسه في حاجة جوانا. بعد كل اللي اتقال ده رجوعنا هنا من غير اتفاق، من غير ما نقول لبعض او حتى نلمح للسكة اللي احنا رايحينها. ومين قالك بقى ان احنا ما اتفقناش؟ يعني انتوا كلكم اتفقتوا من ورايا؟ لا، احنا اتفقنا من جوانا عشان لما نروح نزور قبر امنا نقولها ان احنا عرفنا ناخد بطارك واخيرا نقدر ناخد عزاها. Thank you.
الحلقه سيبكم تعملوها مره ثانيه. انتوا ايه؟ كفايه بقى كفايه.